بينضم معنا أحمد مصري مدير منظمة رحمة حول العالم من إدلب. صباح الخير سيد أحمد. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. الله يعطيكم العافية. يعني فعلا من خلال التقرير اللي شفناه فعلا في حرفية بالعمل، في شغف عند السيدات بالعمل بالتنظيم بتنسيق الألوان بالتصاميم. لو بتحكي لنا قديش عدد المشتركات، وهل كان في صعوبة فعلا لدعوتهم للمعرض؟ أول شيء الله يعطيكم العافية على تسليط الضوء على جهود نسائنا وأمهاتنا بالداخل السوري. نحن بالبداية أول شيء في عنا أكثر من 30 أخت مشتركات ضمن المعرض على أعمال اليدوية الموجودة على عدة ورشات أيضا. طبعا نحن بلشنا بالفكرة بكانت الشراكة ما يقارب من سنتين، لما كنا نحن عم نعمل دورات إعادة تدوير تأهيل تدريب للنساء للصبايا للزوجات الشهداء الأرامل الموجودات بالمخيمات. فكنا نعمل معارض بسيطة على 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 مستوى الدورات التدريبية اللي كنا نطلع فيها، فكنا نورجي بس الناس انه هدول النساء وهدول الصبايا شو كانوا عم يشتغلوا. مع تراكم الزمان صار في عنا صرنا نلاحظ انه في خبرات عاليه وفي ايدي ماهره عم تشتغل، فهذول لو اخذوا فرصه حقيقيه فان شاء الله بيكتفوا وبيكفوا غيرهم، ان شاء الله بيكونوا فعلا منتجين على مستوى البلد. وشفت انت النماذج اللي عم يشتغلوا عليها فعلا يعني اخذت صدى كثير كبير على مستوى ادلب. صحيح، في اتقان فعلا، في اتقان وفي شغف للقطع اللي عم يشتغلوها. طيب سيد أحمد، يعني بشكل عام أنه أغلب النساء كان هدفهم الأول هو الترويج لهذه المنتجات، برأيك هل المعرض حقق هذا الهدف؟ نحن المهام تبعيتنا نحن كمؤسسة رحمة، كفريق الاستجابة الطارئة، كمنصتكم، كان مقسومة على قسمين. القسم الأول أن نحن نأمن المواد الأولية للمواد، لأن في مواد يعني صعب تأمينها أو ما أنا موجودة في إدلب حتى، يعني مثل القش، مواد الريزن إيبوكسي، مواد الشمع الخام، هي كلها عم نجيبها يعني من الخارج، يعني من تركيا أو مناطق أخرى حتى يعني. فأول شيء نحن أمنا هي المواد بالكميات المطلوبة لحتى نحن نحسن نمشي الخطوة الأولى كمعرض حقيقي. الخطوة الثانية تبعيتنا كانت نحن أنه نحن نقدر نسوق هي المنتجات بالأسلوب الراقي، بالأسلوب الاحترافي الأكاديمي مثل ما أنتم شفتوا ضمن الصالات، حتى الناس فعلا يشوفوا القطعة أو يشوفوا المنتج بحقيقته، يشوفوه بمستواه الحقيقي. صحيح. حتى يكون مقنع يعني. فإجوا كثير تجار لعنا، يعني تجار جملة، رجال أعمال، ناس بتحب يعني بتحب الفن، بتحب القطع المحروفة، بتحب القطع النظيفة، فكتير تفاعلوا وكتير صار في تواصي، كتير صار في طلبات، كتير حبوا الفكرة. النساء أرامل بدل ما يعني نكسر هذا الرتم تبع السلة الغذائية، الكفالات الشهرية، خلي الشعب يكون منتج، خلي الشعب يكون هو قادر يوقف على إجره. وفعلا النساء أصلا هن هذا اللي بدهم إياه من زمان يعني، أو حتى كل اللي بالداخل، أغلب اللي بالداخل بده فرصة حقيقية بس يوقف على إجره. تماما. ومثل ما ذكرت حضرتك يعني بالمعرض تم عرض القطعة بدون ما تنظلم، بطريقة فعلا تكون مريحة للحدا اللي جاي يشوف قطعة فنية ويستمتع فيها. طب شو خططكم المستقبلية لدعم هدول السيدات؟ هل هن بس إقامة المعارض، ولا في فكرة لتسويق أكثر بشكل أكبر، خلينا نقول على وسائل التواصل الاجتماعي، أو من حيث أنه يكون في لهم يعني اسم أكبر؟ نعم، هذا نحن بالدرجة الأولى خصصنا صفحات على السوشيال ميديا على عدة منصات، يعني راح يتم الترويج بشكل مستمر. هذا المعرض اللي شفته هو ما هو معرض مؤقت، راح يكون معرض دائم، يعني مكان ثابت إن شاء الله، طالما في أعمال وفي إنتاج وفي ناس حابة تشتغل وفي ناس حابة تستهلك وتأخذ، فالمكان موجود بشكل دائم إن شاء الله كعنوان ثابت. حلو. الخطوة الثانية راح يكون في معارض متنقلة مؤقتة ضمن المناطق المحررة طبعا، يعني ممكن في عزاز، في عفرين، في جرابلس، في أرياف يعني دركوش، جسر الشغور، راح يكون في خلال العام يعني مشاركات ضمن المعارض مؤقتة راح تكون موجودة بهي المناطق. الخطوة الثانية إن شاء الله راح يكون في عنا مشاركة في إسطنبول
في الفترات القادمة. وأيضا هلأ في أحد الأخوة يعني في القائمين على منظمة رحمة حول العالم في أمريكا بلشوا يرتبون موضوع معرض رح يكون موجود في أحد الولايات الأمريكية إن شاء الله. حلو، كل التوفيق لكم. شكرا لك أحمد مصري مدير منظمة رحمة حول العالم. نهارك سعيد. شكرا لك.